مشاو جابوا لنا غلم اسبانيا وغلم فرنسا، اش غنديروا بيا؟ خلينا نغلمهم عندهم. غلم البلديه الطبيعيه خلاوه، جابوا لنا غلم ديال اوروبا ما عرفنا واكل الخميره ولا الشراب ولا ما عرفنا شنو هو. تبارك الله. يدينا البشر راك سرت. كل المغاربه يشربوا الفانيدي نقصوا شويه من الاولاد، وراه كاين المزلوط تلقى ولد 10 بزاف. وباقي العام اسمع لي راه دابا علاش غلات السلعه ولد؟ ماشي عارف اللي مغلي الشيء، لحقاش البشر كاين بزاف. راه عام 60 وخدم عام من 6 مليون ونص، وتيقول لك مقطعيين. وعطينا احنا من هذيك المليون ونص عطيناها 30000. حنا جايين من المدينه باش ناخذوا من هنايا. من المدينه. السلام ورحمه الله. اليوم جيناش ناكل من في السوق باش تشري الحولي. جينا نشريو الحولي. اييه. كيداير السوق اليوم؟ كيداير السوق؟ السوق كل الحاجه بالثمن ديالها. كل حاجه بالثمن ديالها. العام راه هابطه على حسب. مليحه وثاني حقهم. لا مقارنه سمعنا دابا الاخوان تيقولوا السوق طايح شي شويه. لا اليوم الحمد لله. الاثمنه ياك ياسر. نعم. شويه الثمن نقص شويه على الاسابيع اللي دازت. يعني بين السوق العام الاربعاء او الخميس او. وهناك احنا في قنيطره هنا في سليمان عاوتاني شويه مرخوفه على قنيطره وعلى مناطق. يعني مدينه كبيره. كبيره. كاين فرق. فرق كبير. يعني اللي بغى يتقضى يجي هنا شويه للغرب كاين. لا انا ما نرحماش، انا ما نرحماش. كاين شويه. لا لا ايوه. اذا كاين واحد المراعاه زعما. ما بين مدينه كبيره بصح. ما بين مدينه كبيره بصح. احنا جايين من المدينه. نعم. باش ناخذوا من هنايا. من المدينه؟ اه والله العظيم مدينه كبيره قنيطره. من قنيطره. من قنيطره. ما قلتش لي من المدينه ما تسحبش شي مدينه اخرى. هنا الحمد لله قضيه مرخوفه. مرخوفه. والله الا مزيان. اذا جيتوا اليوم باش تقضوا الحولي ديالكم. اييه. وشفتوا الامور كيفاش دايره بين سي سليمان وبين قنيطره؟ اه كاين فرق كبير. كاين الفرق كبير يعني بالنسبه للاثمنه. اه اثمنه. اذا هذه رساله من عند السيد الناس ديال قنيطره. اذا تبارك الله عليكم. كي داير السوق اليوم؟ نقول لهم كنا غندخلوا للمدينه. والله الا احنا غادي نمشي لعبه كاع عتمره والعذاب. كيفاش؟ والله عتمره والعذاب. الناس تقرا عبلة فان تيدي الجملين ثلاثه الملايين وحنا تنضلوا سارحين العام كامل. العام كامل. ما تصوروا حتى باش نلبسوا حتى حوايج. سمعنا مقارنه سمعنا الفلاح بانه مضرور هذا العام بزاف. واحد يتحاسب معنا كياكلوا 1000 ريال في النهار، 6 شهور يعني شحال ياكل؟ فوالا ميزانيه. ياكل ميزانيه وهو دابا ياكل ميزانيه وهو دابا عام 60 وخدم عام من 6 مليون ونص وتيقول لك الوقت عيان. وعطينا احنا من هذيك المليون ونص عطيناها 30000 ونخدموا معاه، نخدموا معاه طول الابد. وتخدم معاه طول الابد. ورخاء فوق درجه. ها هو عاطيني 60000 ولا قطعوا يدي. ها هو عاطيني فيه 60000. ها انتم كما كنتشاهدوا معنا متابعين الكرام. ها انتم بحال ما هكا وقطعوا يديه بصح. يلا كما كتشاهدوا 6 شهور هو قاعد يعلف. تبارك الله. لا حولي مزيان مليح. حولي زوين. هو تيعلف. درنا ياكل 1000 في النهار بشحال. يعني فهاد نعم. وعاد الدري اللي صار شحال عطاه؟ فعلا. داعطيه 600 ريال في النهار بشحال يساوي؟ نعم. عام وتي سار. اما كاين ما يدار. غندخلوا للمدينه. نعم. واخا نخدم عام 30000 وما بغاتش انا. رجال القيه واليد القيه. اللهم احسن هاد الحاله. فعلا فعلا. انا وكاين تيقولوا بانه العلب غالي، الشعير غالي، كل شيء غالي. على حساب الظروف، حتى ما صبتش وهذاك الشيء والعلب غلا. وازمه ديال هاد الشيء ديال هاد الشيء ديال هاد المواشي ديال هاد العلب وديال هادي وما صرنا كي نديرو. ما حنا هوك ما حنا نطيحوا فيها، ما حنا نكسبوها، ما حرنا ما كاين لا تبن لا شي حاجه. غنبيعو غندخلو للمدينه. وتا الديور غنبيعوهم ديال العروبيه كاع غنبيعوهم غندخلو للمدينه. اذا انت مع طن مع شوف المدينه ما ندخلش للعروبيه حالتي موصله. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. اذا بالتوفيق. التوفيق لكم. اذا كيف انا زوين درويش شاري معيد مبرع درويش يعيد كلشي كلشي يعيد الاخرى ديال 90000 ولا 60000 اليوم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليكم. قل انا شنو تقول الناس؟ اخويا اليوم راه كاين ثمن مناسب اليوم ياك اسيدي. نعم اسيدي. الغلا فوق الغلا. نعم فوق الغلا. نعم نشوفوا التقليبه كيفاش يدير اول الشريف ديالنا كيفاش كيدير يقلب الحولي. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. اذا قبل ما الناس المشاهدين السوق شويه كيفاش داير الاحوال اليوم ديال السوق؟ خويا السوق اليوم راه مناسب ثمن مناسب اليوم. مناسب غالي كاين تيقول لك مينا الصاروخ هي ما كاين لا العبرانيه ب 50 كيلو واش ب 500 لبيت؟ راه ماشي العلف اللي مغالي الشغل، راه البشر اللي مغالي الشغل. الله يعزك. كل المغاربه يديروا هذوك مالين الدراب هذوك مالين المسخن. مرحبا. بزاف. تبارك الله عليكم. 260 260
اغلب ديال الدكولا ديال دا ديال الدكولا خالد. مرحبا مرحبا. شويه ديال العيد جات بحال هكا، الفرحه ديال العيد ما بقاش عطا الناس السنه ما بقاش حنا اللي بقى تيبين الحمد لله تنا خيالي. واخا هاد العوينه وهاد الدعم وهاد الشيء ما وقع والو، باقي السوق غادي بالثمن ديالو باهين. حنا ما تيراعيش، كاين اللي تيبغي يدي في الخروف 10000 ريال، كاين اللي تيبغي يدي تيبيع النجا شاربه تيبيعها بلاص حوليه 34، الناس مساكن ما تيعرفوش تيبيعوها بالصاوي، الناس ما تعرف لا اجر لا والو. هذا راه عيد ديال المؤمنين، خصنا ما يدير شويه ديال الاجر، شويه الله وشويه العبد ديالو، هذا الشيء اللي كاين. الله يهدينا الله يهدينا. كل المغاربه يشربوا الفانيدي نقصوا شويه من الاولاد، وراه كاين المزلوط تلقاه ولد 10 بزاف وباقي العام. اسمع لي راه دابا علاش غلات السلعه ولد؟ ماشي العام اللي مغلي الشيء، لحقاش البشر كاين بزاف، راه بنادم غادي تيتكاسر. العام الجاي غيولي الهبال في السلعه ما تبقاش. هذا العام راه النعجه تتذبح، النعجه نجيبوا الاولاد، النعجه هي اللي تعطينا الاولاد، النعجه نجيبوا ما هي تتذبح دابا. السوق باغيها دابا، عارفه النعجه واش يديها، راه بزاف اصلا والله الا بزاف. ما بقات السلعه قلت وباقي غاده وتتزاد، راه السوق على السوق غاده وتتزاد السلعه. هاد السويقه هادي ما تعرف شنو كاين، شنا السوق كاين حولي موجود، باقي الحولي موجود، الحولي الغليظ ما مقبولش. بنادم واش عيب شي بحولي غليظ 80000 و 90000 ما عيديش، بنادم قاصح عليه. الدرويش ما عدوش، جي ذوق بالدرويش باغي يعيد ب 30 40، هذا هو باش باغي يعيد الدرويش. بنادم عيب شي عيب شي بحولي ب 70000 بزاف. الثمن المناسب دابا ديال هاد العيد ما كاينش، الثمن اللي هاي الناس بنادم غيفرح بنادم فرح الدراري راه ما كاينش. بنادم راه مسلك وباغي يعقد الغرض وصافي، يعني يا الله. لا كاين شي الناس اللي معنيين بالامر هما يتدخلوا ويشوفوا يديروا شي طريقه لهاد الناس يعاونوهم. لا كاين شي دعم بالفلوس، ما يجيبوش لنا الغلم من برا يعطيوها لنا، يعطيهم فلوس يدبروا راسهم، كل من هو رب الاسره يعطيوه يدعموه باش يقضي الغرض مع ولادو. هاد الشيء اللي كاين وسمحوا لنا. الله يبارك. كيبان لك الاجواء اليوم ديال السوق؟ شويه وصافي اثمينا. المهم الدرويش راه قضي اي، لكن راه كاين ديال 30 كاين ديال 40 فهمتيني، كل وكيفاش كل واحد يشري على قدو. اي ليش الناقه راه لاعب شغلهم ياك يا سيدي. الدراري مساكن راه فرصه هذه باش حتى هما تي ما بقاوش يقنعوا. واحد 100 درهم 200 درهم ياك المعلم، ما كاينش 100 درهم 200 درهم. وين شنو المركز هذا؟ هذا ميسي ميسي مرضي شاختي تي مبروك كيلو 60 ريال. تبارك الله تبارك الله. ها انتم كما كتشاهدوا متبعي الكرام، هذا 62000 ريال بلاتي بلاتي. ها انتم كما كتشاهدوا على المباشر 62000 ريال هذا الحولي. ها انتم الاخوان تبارك الله، الله يوفق الله يوفق الصحه اخويا. قربونا الناس المواطنين، شي تيقول لك غلا، شي تيقول رخاص، شي تيقول اكبر فلاح. شنو كتقولوا لنا انتم على المباشر على اخبار سيدي سليمان؟ كيف داير الاجواء اليوم السوق؟ خويا القضيه قاصحه والله يدير الخير، هادشي اللي نقول والله هذا قاصحه. اه اخويا لا لا، اذا انتم كما كتشاهدوا الاخوان يدير الخير وصافي، يعني على على المباشر كان الاخوان جاوا باش يتقداو. اذا تبارك الله عليكم تبارك الله. لا اخويا الثمن اللي كان هو ما بقاش، وبنادم شاري بالغلا ومصير الفلوس مصيرين، ومن جا دابا ما خرجش، يعني مره اخرى ما بقاش نربطو كاع، مره اخرى ما نخليو بلاد ما يصيب باش يعيد. من الاحسن قتلوا لنا الزباين بيجينا ياك اخويا. شوف انا جاي، شوف واحد النقطه غنجينا. هذا الغلم ديال اسبانيا علاش دخلتوه لنا لهنا؟ وحنا تبقينا تا غلمنا، ها الغلم غادا تشيط، علاش جايب لنا الغلم ديال اوروبا؟ خليه في راسهم تما، يعني خصها تحيد هذا الغلم. هذا الغلم ديالنا ما غنفكوهاش، غتبقى لنا في رؤوسنا هذا العام كسيده. اللي مشاو جابوا لنا غلم اسبانيا وغلم فرنسا، اش غنديروا بيا؟ خلينا نغلموا مع عدم. غلم البلديه الطبيعيه خلاوه، جابوا لنا غلم ديال اوروبا ما عرفنا واكله الخميره ولا الشراب ولا ما عرفنا شنو واكله. قير عندنا في المغرب، علاش غنتقلبوا للدول الاوروبيه؟ يعني قتلونا هاد الناس اخويا. نعم اخي، قتلونا هاد الناس. ها غلاو علينا السبيبات الشناقه اخويا، والله الا قتلونا الشناقه. واو السبيبيه قتلونا يا صاحبي، قتلونا يا صاحبي، مرضونا. شوف بالنسبه لليوم ما كاين لا شناقه لا والو، الرخص كاين والله الا كاين الرخص بالله، مرضوا علينا. يعني كاين الاثمنه مهم ثمن مناسب للدرويش. اذا سوق اسبوعي وحتى المعيز شويه اليوم شويه كاين اقبال، ما كاينش اقبال وكاين شويه مناسبه. ثمن ثمن شويه هابط على الاسواق، على الاسواق. يعني اليوم السوق ديال السب دار العامري، دار العامري هابط شويه، كاين شويه كاين شويه الارخاف على بنادم. اذا طايح شويه شويه الغنم كاينه شويه مزيان. وكاين شي اقبال هنا شاري؟ كاين شاري، كاين شاري موجود، شاري موجود، خايب موجود. اذا تبارك الله عليك تبارك الله عليك.
الاخوان اللي كيشري المعيسة هو موجود حاليا في السوق. قربنا شويه السوق اليوم، كي داير الاحوال؟ كي داير السوق اليوم؟ وكاين رخا في الحقيقه، كاين شويه رخا، كاين رخا اليوم. السوق هابط يعني، سوق هذا السوق هذا من بين اسواق اخرين كاين شويه السوق راه كاين رخا منخفض، كاين ما يتشرى في الحقيقه، وحتى الناس راه كتشري، كتشري الناس يعني، كاين الاقبال، كاين الاقبال وكاين حتى الخير. نعم، اذا تبارك الله عليك، هذا الرزق تبارك الله كيشوف. اه تبارك الله، لا كاينه كاينه كاين الغنم داخله الخير تبارك الله، موجود تبارك الله، كل شيء غادي يعين صغير وكبير. اذا هو اللي كيعيد على المعز هو. اذا بشهاده الناس اللي كيفاش ما سمعنا كيقولوا بانهم السوق طايح شي شويه، كاين شويه رخاء. اه هال حولي، هال حولي عاوتاني. شحال كتقولوا في هذا سعد؟ شحال كتقولوا به؟ 100 طلبوا 120. تبارك الله تبارك الله، حولي مليح. اذا كما كتتابعوا معنا متابعينا الكرام، احنا زلنا معكم على المباشر.